حالة فنية إبداعية يشهدها معهد آرتس الأكاديمي للفنان محمد زيدان بهدف دعم الشباب من لديهم موهبة الرسم في محافظة حلب. حلب ولادة، ولادة الأدب والفن والشعر والغناء والفن التشكيلي. هاي المبادرة الهدف منها تشجيع الطلاب، إن كان ما صح لهم فرصة دخول لكلية فنون أو ما شابه، ففرصته هون لأنه يتدرب على أسس معينة بمنهج معين بالفن التشكيلي. الهدف الأساسي من المبادرة هي خلق أو فرصة لهذا الطالب أنه يكون فنان تشكيلي يوما ما. هو كتير دعم للمواهب الطلاب لتقدر تنمي مواهبهم بشكل أكاديمي واحترافي. طبعا نشكر لكل الراعين والقائمين على هالمشروع لدعم المواهب. فقد أطلق الفنان محمد زيدان حملة مع عدد من الفنانين لتدريب ودعم الشباب ممن لديهم موهبة الرسم بكافة أشكاله بشكل مجاني ضمن المعهد، بالإضافة إلى دورات لليافعين والصغار. هلا بالنسبة لي أنا الرسم كتير شيء يعني كنت بحبه وبتمنى أنه لو اشتغلت عليه من صغري، فأنا وقت ظروف ما ساعدتني وأنا صغيرة أنه أدعم هاي الموهبة، فتقريبا يعني من صغري لهلا مسكت القلم، صار لي 3 أسابيع خلتني ارجع اضوي على هذا الجانب من حياتي اللي انا يمكن انشغلت فيه بسبب ضغوطات الحياه والدراسه. تقريبا صار لي 8 دروس، الحمد لله النتيجه كثير حلوه، ويوم عن يوم عم حس انه عم اتطور اكثر يعني، والرسمه عم تطلع احلى. كثير مبسوطه باللي عم بانجزه، يعني كنت ما كان عندي هالإلهام هذا هلا، بس صار عندي قوة وتشجيع أكثر. برسم جرافيتي، وهلا هون جيت على المبادرة مشان أتعلم رسم التشكيلي. طلاب من كلية الطب والهندسة وغيرها من الاختصاصات يقضون أوقاتهم في اكتساب خبرات جديدة لتكون متنفسا لهم من الضغط الدراسي وغيره، خاصة أن هذا النوع من الفن يشبه الموسيقى في إشباع الروح.